ماذا ستفعل بها يا بني؟ سأمصها مصا وألوكها لوكا ثم أدقها دقا وأسفها سفا. عظيم عظيم يا بني عظيم، أحسنت، إنها لك، خذها خذها يا بني إنها لك. زادك الله حرصا ومعرفة بجلائل الأمور. أحسنت يا بني، إنه خليفتي. يا ساتر، هذا رجال بخيل جدا. الله يهديك يا ولدي، وين كنت بتصير مثله؟ لا اعوذ بالله من البخل والبخلاء. يعني خلاص اطمئني. ايوه، من اليوم اصير مثل ابوي، كريم وبين كريم. ها ايش رايكم في قصه الكرم هذه؟ عظيمه عظيمه جدا يا ايوه. طيب الواحد يكون كريم ولا بخيل؟ كريم طبعا. عظيم عظيم. يبا قول لنا قصه ثانيه عن الكرم. يعني انت والله هداكم ما تشبعون قصص؟ يعني انت سوالف كريمه ما ينمل منها. اي وبعد سوالف امي ما ينمل منها. شفت عاد؟ انت شهدت لي وهي شهدت حق امها. اي والله يهداك، احنا ما نمل منكم انتوا الاثنين، لا انت ولا سوالفكم. يلا يا بعد قول لنا قصه ثانيه عن الكرم. والله يا عيالي قصص الكرم كثيره. وفي التاريخ شخصيات عظيمه جدا. مثل حاتم الطائي. ايه حاتم الطائي. اي نعم حاتم الطائي. كان فارس وشاعر وكريم. انتوا ما سمعتوا عن واحد عنده كرم حاتمي؟ اللي يبا انا سمعت واجد. يعني لما نقول عنده كرم حاتمي نسبه لحاتم الطائي، لانه كان قمه في الكرم. وانا ابغى اقول لكم قصه صغيره تدل على انه كان قمه في الكرم. في يوم من الايام اقارت قبيله على قبيله الطي، واخذ حاتم رمحه ونادى عشيرته وحارب الاعداء وهزمهم. لكنه ما اكتفى بكذا، لا راح تبعه وحصله واحد من قبيلته واستوقفه. يا حاتم. نعم يا عم. إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب لأتتبع أعداء القبيلة وأقضي عليهم برمحي هذا. ولكن لي طلب عندك. أطلب ما شئت، فما تعودت رد طلب أي إنسان مهما كان. هل لك أن تهبني رمحك هذا؟ أتوكأ عليه وأدافع به عن نفسي. تفضل. إلى أين؟ سأمتطي جوادي لأحارب أعداء القبيلة وأعدائي. ولكنك بهذه الطريقة تعرض نفسك للهلاك. لا، إنك بدون رمحك. خذه يا بني. لا، فما تعودت أن آخذ ما أعطي حتى لو كان الثمن حياتي. لقد قلت لي يا عم هبه لي، أنا وهبته لك، وفداك نفسي ومالي وروحي. وداعا. يا لك من رجل شاب كريم. فعلا يا يبا حاتم الطائي هذا إنسان عظيم. عظيم ليش؟ لأنه كريم. المهم يا عيالي احنا نستفيد من القصص هذه ان نكون هالكرم ونبعد عن البخل والانانيه. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم يا وفاء؟ مفهوم انت يا حسن.
تصدقين يما انا مستانسه وفرحانه جدا لان احنا بنصيف. اقول يما نعم. انا ناقصتني حاجات حق المصيف. وش اللي ناقصك يا حسن؟ انت عندك كل شيء. يعني ناقصني كم ثوب على كم غترة لزوم الشياكة يعني. وانا بعد يما انا ابي شوية فساتين، ابي عدة موديلات، فستان للصبح وفستان للعصر وفستان للمغرب وفستان لبعد العشاء. لا يا محترم، الفستان الثالث للسهرة. يا عيالي انتو شفيكم كذي مستعيلين؟ قدامكم 10 أيام متسافرون. مو يما بال10 أيام هذه انا ابي اجمع كل مصروفي بحصالة وهناك اصرف على كيفي. شايك يا حسن؟ والله انا ما عندي مانع. ها ونجمع قروشنا سوا؟ ماشي خلاص، انا وكل حسن صار عندنا فلوس. طبعا هذا غير اللي بناخذه منك انت وابوي. ان شاء الله يا وفاء. وهناك انا واخوي حسن نتمشى على البحر انزين ونستنشق الهواء النقي. بس تدرين يا وفاء ان انا احب السباحه. ما خالف، انت قاعد تسبح وانا قاعد اطالعك وانا قاعده تحت مظله الشمسيه. يا عيالي بدون مقاطعه وتسبيق في الكلام دائما قولوا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله الوالد. الله يابك يا ابو حسن. خير ان شاء الله. ايش عندكم؟ ايش صاير؟ عيالك دوخوا راسي بسالفه هالسفر هذه. يما الله يهداك، مو احنا مستانسين لان احنا بنصيف، وبعدين هذه بالسنه مره. ايه بس مو كذي كل ساعه متقاطعين باستمرار، ابي اسوي كذي ابي اعمل كذي. دائما مثل ما قلت لكم قولوا ان شاء الله او باذن الله. فعلا كلامكم صحيح، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك قدا الا ان يشاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شفت شلون يا عيالي؟ مثل ما قلت لكم ماكو شيء يصير الا بارادته هو وباذنه هو. والمقاطعه ونمكم ما هي زينه. ليش ما هي زينه؟ أنا أريد وأنت تريدين والله يفعل ما يريد. ماني فاهمة. يعني يا بنيتي لازم نقدم المشيئة بكل خطواتنا علشان الله سبحانه وتعالى يثبت في خطواتنا ويبارك فيها. واضح أكثر. قصد أمك تقول إن الإنسان ما يعمل شيء إلا لين يقول إن شاء الله بإذن الله. ها شفيك تضحك؟ قولي وش اللي ضحكي؟ ذكرتوني بقصة صغيرة حق جحا. واجد حلوة. وش في جحا هذا يبا؟ انتو طبعا تعرفون ان جحا حول نوادر كثيرة جدا. يعني يبا جحا هذا شخصية حقيقية؟ لا والله هو شخصية اسطورية. شلون يعني اسطورية؟ يعني شخصية اسطورية يعني مو معروف هل هي حقيقية او خيالية، لكن مهم معروف لا مكانه ولا زمانه، عشان كذا نقول شخصية اسطورية مجهولة المكان والزمان. فهمت الحين. وانت يا وفاء فهمتي؟ انا يبا فهم، بس ابيك تقول لي القصة مالت جحا اللي خليتك تضحك. علي الان اقوم اسوي لي شيء في المطبخ. وين يبا محس؟ تعالي تعالي قعدي سمعي القصة والله حلوة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. في يوم من الايام جحا فكر يروح يشتري حمار من السوق. قام خذ الفلوس وحطها في جيبه وطلع للشارع منفوخ ومتغطرس. وين يبي يروح يشتري الحمار؟ الفلوس في الجيب. وحصله ريال في الطريق واستوقفه وسأله. السلام عليكم. أسعد الله صباحك يا عبد الله. أسعد الله صباحك يا ثمرة. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نعم، وماذا تريد يا ثمرة؟ إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب؟ يا ترى إلى أين يؤدي هذا الطريق؟ إلى سوق الحمير طبعاً، لأشتري حماراً. لتشتري حماراً؟ نعم، وإني عازم على ذلك. طيب، قل إن شاء الله
إني ذاهب إلى السوق لأشتري حمار. ولماذا أقول إن شاء الله؟ وأهل دقوتي في جيبي والحمير كثيرة في السوق. جحا، حتى لو كانت النقود في جيبك والحمير كثيرة في السوق، يجب عليك أن تقدم المشيئة فتقول إن شاء الله إني فاعل كذا، حتى ييسر الله لك الحمار الجيد فتشتريه. قلت لك نقودي في جيبي والحمير في السوق ليس لها عدد، وسأشتري الحمار وما بذلك أتنعش. كما تشاء كما تشاء، أنا أنصحك فقط. شكرا لنصيحتك، لست بحاجة إليها. وعن ابنك أنت حر، أنت حر يا جحا. ومشي جحا منفوخ ومتغطرس وعلى ثقة انه رايح يشتري الحمار. زين، وبعدين اشترى الحمار؟ لا والله يا عيالي ما اشترى. ليش؟ مو الفلوس كانت في جيبه؟ اي، والحمير بالسوق. اي بس لانه ما اتكل على الله ولا قال ان شاء الله، وكل شيء تعرفون باذن الله. زين، وش اللي حصل بعدين؟ اللي حصل جحا دخل السوق والسوق كان زحمه من الاوادم، وقام يتمشي يشوف هالحمار ويشوف ذاك ويشوف هالحمار، إلين جاء عند حمار وعجبه، قال خلاص أنا الحمار هذا لازم أشتريه. وبعدين مسكين دخل يده في جيبه يبي يطلع الفلوس ولا حصل الفلوس. وين راحت الفلوس؟ ما يدري. دخل قام يدور في هالجيب وفي هالجيب، ما يدري إيه الفلوس طاحت ولا انسرقت. ومسكين جحا رجع من كسر الخاطر يضرب كف على كف في ألم وحسرة، إلين حصل صاحبه اللي حصله في المرة الأولى. جحا جحا، ماذا فعلت يا جحا؟ لم أفعل شيئاً. لماذا لم تفعل شيئا؟ ألم تكن ذاهبا إلى السوق لتشتري حمارا؟ بلى. إذا أين هو الحمار؟ لم أشتري الحمار، لم أشتري. لماذا؟ ألم تكن النقود في جيبك والحمير كثيرة في السوق؟ إن شاء الله النقود ضاعت. ليتك يا جحا قدمت المشيئة. شفتوا وش الله سوى بجحا؟ ليش؟ لأنه ما اتكل على الله ولا قال إن شاء الله إلا بعد ما ضاعت الفرصة وضاعت الفلوس. يستاهل. علشان كذا يا عيالي نقول إن الإنسان لابد يقدم مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن إرادة الله معانا في كل وقت، والدعاء يثبت النية والعمل. مضبوط يبا. أنت يا حسن مثلا لو فكرت تعمل لوحة تقول إن شاء الله اللوحة تطلع ممتازة، وإذا طلعت ممتازة تقول الحمد لله. مضبوط يا حسن؟ مضبوط يبا. وانت يا وفاء لو فكرتي مثلا تعملين فستان جديد او اكل حلوه تقولين ان شاء الله. ان شاء الله يبا. بعد في حاجه ثانيه غير هذه. شنو يبا؟ احنا لما نقول ان شاء الله دلاله على الله معانا في كل وقت وفي كل مكان. ولما نقول الحمد لله معناته ان الله سبحانه وتعالى وفقنا في هذا الشيء. طيب، وبعد في نفس الوقت لازم نقول الحمد لله حتى لو ما توفق هذا الشيء معانا. ليش؟ لأن لابد نكون مع الله في الخير والشدة، في السراء والضراء. ما نصير مثل جحا ما قال إن شاء الله إلا بعد ما ضاعت الفلوس عليه. أنا يبا صراحة أقول إن شاء الله في كل حاجة. وأنا بعد يبا أقول إن شاء الله دائما وفي كل الأوقات. شو نقول؟ الحمد لله. شاطر شاطر يا حسن. وأنا يبا. وأنت بعد شاطرة. إيش دعوة؟ شفيك شفيك يا محسن، شوف إيش ساكتة.
إيه والله يا أبو حسن، مو بس العيال اللي استفادوا من الشيء هذا، هم أنا استفدت وفهمت. صحيح يا أبو حسن، هذا الكلام مضبوط، لأن كلمة إن شاء الله وإن شاء الله هذا الشيء مو بس مرتبط على الصغار والكبار، ولا هم مرتبط لبس معين ولا بمكان معين. إحنا لازم نكون إن شاء الله في كل وقت، وبعدين ما نقاطع على شيء إلا لين يحققه الله سبحانه وتعالى. يقاطع؟ يعني إيش يقاطع يبا؟ يعني شلون يقاطع؟ يا عيالي أنا أقول لكم سالفة على المقاطعة هذه، ولما تبي تسمعونها راح تضحكون عليها. يما عطينا من سوالفك الزينة اللي كنا ننام عليها وإحنا صغار. يما تذكرين يوم كنا صغار وما ننام إلا على سوالفك الحلوة بصوتك الحلو؟ يعني أنتوا الحين فكرتوا نفسكم صرتوا كبار؟ أيوة أنتوا بعدكم توكم صغار. والله نسيتوا يوم كنت صغار كنت أقول لكم سالفة وما تنامون إلا عليها. أي صح يما. والله يا محسن هالعيال يبون يكبروننا وبس. والله يا ابو حسن ايش نسوي؟ يلا هاي ابو حسن وين رايح؟ والله انا ابغى اغير هدومي وبجي. يبا اقعد اسمع معنا القصه. الله يهداك انا سامع القصه هذه اللي بتقولها امك. بالمناسبه يا اولاد احنا ان شاء الله قبل نروح المصيف نبغى نمر على الديره الله يعمرها علشان بنقضي شويه لزوم. خير اكو شيء في الديره؟ لا والله ما في شيء، بس تدرين يعني عندي شوية لزوم وفرصة العيال يشوفون ديرة أبوهم ويتفرجون ويتفسحون. عيال خلاص زيادة الخير خيرين. وهذه فرصة لك يا سيد حسن تشوف ولد عمك زيد هناك. والله يبا هذه فرصة هايلة. خلاص انبسط يا شاطر حسن. أقول يبا نعم، يا ليت ولد عمي زيد يروح معانا بدل ما يروح مع أهله. والله أنا ما عندي مانع، زيد ولد عمك وهو بغريب عليك ممكن يروح ويانا. الله يخليكم ولا يحرمكم. طيب على إذنكم. تفضلي. يلا قعدوا يا عيال. هاي يمه يلا نبي نسمع سوالفك الحلوه ان شاء الله. اي يلا يمه اعطينا من سوالفك الزينه يلا، خاصه هذه سالفه المقاطع يعني اللي يسبق في الكلام. ان شاء الله. صلوا على النبي يا عيال، اللهم صلي وسلم عليه. كان يا عيالي اكو فلاح فقير الله سبحانه وتعالى ارزقه بجره حليب عن طريق بعض الجيران. استانس الفلاح بهالجرة وفرح، وقام يطالعها بسعادة وفرح، وقعد يفكر إيش راح يسوي بجرة هالحلو.